بيعالجوا المشكله بشكل بتخلي الناس بتحجم عن الذهاب، او مرضى الايدز ربما بيخافوا ان هم يروحوا لانهم ما بيقبلوش، بيخفوا مرضهم، وبالتالي ده بيساعد في انتشار العدوى. خلونا نشوف ايه اللي حصل في هذه الجوله مع دكتوره شاديه ثابت مع زميلنا احمد غنيم ونرجع تاني. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جوله مع النائب. احنا النهارده مع الدكتوره شاديه ثابت في احدى المستشفيات، بالتحديد في مستشفى الحميات بمبابا، لمتابعه ملف الصحه وعدد كبير من الشكاوى بالنسبه للمواطنين هنا في منطقه امبابا. معي بعض المواطنين، نبتدي الاول نشوف المشاكل الخاصه بيهم وبعد كده نشوف رد الدكتوره شاديه. برحب بحضرتك في البدايه، كلمنا عن المشكله اللي موجوده هنا في الصحه بالنسبه لدائره امبابا. اهلا وسهلا بكم وشرفتم امبابا. واولا احنا بنوجه كل التحيه والشكر والتقدير للسيده النائبه الدكتوره شاديه ان هي مهتميه بملف الحميات، لان ده ملف عندنا يعتبر ملف امن قومي بالنسبه لامبابا. مستشفى الحميات احنا عندنا المبنى دوت 11 دور، كان المبنى دوت احنا بنقول ان مبنى الحميات للحميات. كان في دراسه معموله من الاستاذ الدكتور جمال عصمت ان المبنى دوت يتعمل معهد كبد ومعهد الاورام المتوطنه، وده حاجه كويسه جدا وكنا سعيدين بيها. والدراسه اتعملت بالفعل، والدكتور جمال ابتدى يشكل المنظومه وابتدى يحددوا الادوار ديت هيتم فيها ايه والكلام ده كله. فوجئنا ان قرار وزير الصحه ان هو هيحول المبنى دوت لمعهد قلب، واحنا اصلا عندنا معهد قلب اصلا موجود في ارض مطل لسه لم يفتتح. فاحنا قلنا لا، احنا المفروض ان احنا المبنى دوت يكون مبنى الحميات، ووجهنا الطلب دوت للساده النواب وهم يعني بيتحركوا معانا في هذا الملف. والسيد الوزير جه هنا وقال ان المبنى دوت المفروض ان هو يكون مبنى للكبد، فاحنا عايزين سرعه ده وتفعيل ده، ومصرين ان يكون المبنى ده معهد كبد والامراض المتوطنه. شكرا ليك. طيب ناخد مواطنه ثانيه، اتفضلي كده معايا. عايز اعرف برضو كلميني عن المشاكل الموجوده هنا في الصحه بالنسبه للمنطقه. هو في امبابا يمكن مش يعني كل الناس عارفه ان في امبابا فيه مستشفيات الدكاتره بتهتمش بالمريض، ما بتكشفش عليه، ما بتركزش ايه اللي عنده، لان اللي انت لو انت دخلت على الشباك بتاع العلاج هتلاقي كله علاج واحد، اللي تعبان باطني او عظام او كله علاج واحد، مش عارفين ايه الموضوع في العلاج. في مشكله خاصه بالنسبه لك قابلتك او كده؟ لا في مشكله عندك، كنت انا داخله عظام اداني علاج، انا ما رحت للدكتور قلت له ده دكتور ده اللي واخد لمؤاخذه باطني مش بتاعنا، فقال لي طب خدي ده هاتيه من بره ما تجيبوش العلاج. كانت مستشفى المركز. في كمان في مشكله في فيه يعني انا مش عارفه الطالب، في عندنا طالب في الجامعه رجله انا يعني عايزه تتعالج ب 15000 جنيه بره، الدكاتره فاهملوه اخروه 3 شهور، المفروض هو يتعمل العمليه في خلال الاسبوع. تاخير بسبب عدم توفير الادويه؟ لا، الدكتور هو اللي اخر العمليه مش عارفين ليه. قال له دورك لسه ده زحمه ودورك. سالته قال له دورك بعيد. قال له طب انا رجلي هتتاذي في خلال اسبوع، قال له روح اعملها بره وهي بره ب 5000. شكرا ليك. ماشي، اتفضل معايا برضو، كلمنا عن ملف الصحه والمشاكل الموجوده هنا في امبابا. المشكله اللي احنا بنعاني منها كجمهور او مواطنين ان يعني عاوزين يطور الخدمه نفسها اصلا، يعني فالمواطن نفسه بقى داخل المستشفى الحكومي ما عندوش الثقه ان هو هيتعالج كويس، ان الطبيب اللي هو موجود في المستشفى الحكومي لا مش هيديله ايه افضل تقديم خدمه وافضل علاج وكده يعني. ثانيا في مشكله كبيره ان المبنى اللي قدام حضرتك ده، يعني من المنطق كده ان احنا نقول المبنى لازم نستفاد منه، ولازم يبقى في تنسيق ما بين الوزاره وما بين المحليات نستفاد من المبنى ده. زي ما قلنا قبل كده ان احنا المبنى بقاله كتير وبقاله سنين ومتكلف ملايين يعني، فلازم نستفيد منه. شكرا ليك. طيب اتفضل معايا كده، كلمي برضو عن المشاكل الموجوده في الصحه هنا في امبابا. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد ابو الدهب المحامي. بالنسبه لامبابا احنا في هنا كم من الخلل في الناحيه الصحيه. لسبب حضرتك بيجي المواطن ان هو بيدخل يكشف مثلا، محتاج قرار سريع تمام يكون موجود دلوقتي عشان مثلا الحاله بتاعته مستدعيه ان لازم القرار ده يكون موجود، لا يقول له استنى دورك، لا يقول له مثلا استنى شهر شهرين، لا والله الامكانيات ما تسمحش. معايا دلوقتي الدكتوره شاديه. دكتور احنا يمكن سمعنا كل الشكاوى الموجوده دلوقتي سواء من المواطنين سواء الزحام الموجود في المستشفيات، غير كده وكده كمان نتكلم عن العاملين نفسهم، فاحنا عشان نقدم خدمه كويسه اكيد برضو نهتم بالعاملين، دكاتره ممرضين وما الى ذلك. اولا بدايه انا عايز اتكلم عن المبنى اللي ورانا ده. المبنى اللي ورانا ده معمول بقاله حوالي 12 سنه، وكان بتبرع من واحد كويتي عشان يتعمل مركز كبد ومناصير، ولكن الحقيقه قامت الثوره واتساب المبنى
ده، وطبعا بقاله 12 سنة لم يفعل. وزي ما حضرتك شايف المبنى أولا على النيل ومكان جميل ومستشفى جميلة، وزي ما انت شايف نظافة المستشفى، فالحقيقة مطلوب جدا. واحنا ما عندناش في الجيزة مركز لعلاج الفيروسات، فالحقيقة احنا نتمنى، طبعا مش نتمنى، احنا ان شاء الله هنعمل ده، لان احنا جبنا وزير الصحة قبل كده الدكتور أحمد عماد، وجا شاف الموضوع على الطبيعة، وكان في صحبته اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وشافوا الكلام على الطبيعة، ان فعلا قرر ان هنعمله مركز كبد ومناظير. وانا اوصيت بحاجة تانية، لانه كان الاول بقال معهد قلب، قلنا ما ينفعش معهد قلب في مستشفى امراض معدية، لان اساسا الناس بتوع القلب بيموتوا بعد العمليات من التلوث اللي هو ايه، سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، فلازم يبقى الانفايرومنت او الجو المحيط بيهم يكون ما فيهوش اي امراض معديه. فالحقيقه قلنا هنرجعه، وقررنا مع سياده الوزير ان هتعمل معهد للكبد والامراض الجهاز الهضمي، وانا نفسي بقى فيه ان هنعمل دور كامل ان شاء الله، ان شاء الله دور كامل او دورين لجراحه الجراحه والولادات بتاعه المرضى المصابين بفيروس بي وسي واتش اي في فيروس، لان المرضى دي بتروح كل المستشفيات والمستشفيات ما بتقبلهمش، فبيضطروا خايفين من العدوى، فاذا نحط لهم المكان ونحط لهم الحمايه الكامله والحمايه الكافيه للمريض للطبيب والرعايه الكافيه ليهم. احنا كان قبل 2002 كنا بنبعت لمستشفى الحميات، ايه اللي جرى بعد 2002؟ هذا القسم اتقفل في مستشفى حميات امبابة، احنا هنرجعه بفضل الله تاني، بحيث ان هؤلاء المرضى يلاقوا ليهم مكان في رعاية وفي كفاية وفي حماية كاملة ليهم، ونحمي بقية المرضى من العدوى ونحمي الأطباء من العدوى. ما بقاش انا بدفع كدولة نص مليار جنيه كل سنة على علاج فيروس سي، وبعدين من ناحية تانية بساعد على انتشار فيروس سي، فده طب يعني ده مانداتوري أو يعني إيه، ضروري جدا إن في هذا المبنى يتعمل هذا أوض العمليات اللي تتفتح لمعالجة العمليات أو العمل في الإجراء فيها العمليات اللازمة للمرضى المصابين بفيروس بي وسي واتش أي في فيروس، وخاصة هنا في حميات إمبابة عند قسم اللي هو لقسم المناعة الخاصة، فطبعا اللي هو HIV، فيبقى بالتالي أنا بحد من انتشار المرض. لازم وقاية من دلوقتي من قبل المواطنين وكله يتكاتف، ومن قبل وزارة البيئة ومن قبل الحي، بحيث ان فعلا قبل ما يجي هذا، او لو احنا في حد جابه لنا، يبقى احنا نقدر نكنترول او نتحكم فيه، ما يبقاش ابيديميك عندنا. هي رساله وصلت تقريبا لاهل امبابه كلهم، سواء يعني بنتفائل يعني بان المبنى ده يكون قريب ان شاء الله. الحي ووزاره البيئه ووزاره الصحه قايمه بفعلا، انا تواصلت مع مدير الطب الوقائي، وهو حتى قال لي انا عامل المنشور بالعربي، قلت له اعمله بالعربي والانجليزي، عشان اللي ما اللي جاي من بره ممكن ما بيكونش بيقرا عربي، يبقى عنده الكلام واضح. اذا الرساله وضحت والصوره وضحت كمان امام اهل امبابه. بنشكرك يا دكتوره شاديه، شكرا لك. بنشكرك وان شاء الله نتمنى كده سرعه البت من المسؤولين، واحنا وراهم بردك، مش هنسيبهم لغايه ما يعملوا كل الخير لامبابه وغير امبابه والمصري بحاله. شكرا لك. إذن مشاهدينا